السلام عليكم ورحمة الله. صراع المسلمين واليهود، صراع الحق والباطل، صراع الإيمان والكفر، وهو بيتكون من 3 فصول. الفصل الأول كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، والفصل الثاني كان في حرب أكتوبر سنة 1973. أما الفصل الثالث فاحنا اللي هنكتبه، فركز معايا. والعجيب في الأمر إن الفصول الثلاثة تتشابه في البدايات وتسلسل الأحداث والنتائج، وعلشان ننتصر عليهم لازم ندرس كويس اللي حصل في الفصل الأول والفصل الثاني. بعد أن هزم الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في يوم بدر وأصاب منهم ورجع إلى المدينة، جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثلما نزل بقريش يوم بدر، وأسلموا فقد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتبكم. فقال اليهود في غطرسة وكبرياء: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم، وإنا والله لو قاتلناك لعرفت أن نحن الناس. فأنزل الله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. قل يا محمد للذين كفروا من اليهود وغيرهم والذين استهانوا بنصرك في يوم بدر: إنكم ستهزمون في الدنيا وستموتون على الكفر وتحشرون إلى نار جهنم لتكون فراشا دائما لكم، وبئس المهاد وبئس الفراش. قد كان لكم أيها اليهود المتكبرون المعاندون دلالة عظيمة وعبرة وعلامة وبرهان في جماعتين وفرقتين تقابلت في غزوة بدر الكبرى: جماعة مؤمنة تقاتل في سبيل الله ومن أجل دين الله، أم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تلك هي غايتهم في سبيل الله، فهي لم تقاتل من أجل الرياء والسمعة والمكاسب الدنيوية من مال وعرض زائل. وكان عدد المسلمين 313 رجلا، ولم يكن في جيش المسلمين سوى فارسين وجماعة أخرى كافرة بالله تقاتل من أجل الباطل. خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورياء الناس وصدا عن سبيل الله، وكان عددهم قرابة 1000 ومنهم 100 فارس. وطبعا بمقاييس الدنيا العدد والعتاد وعدد الفرسان في صالح جيش الكفار، ولكن الله عز وجل سخر الأسباب لينصر عباده المؤمنين على الكافرين، فجعل الله عز وجل المشركين يرون المؤمنين مثلي عدد المشركين، وكان ذلك عونا ونصرا للمؤمنين قبل المعركة. وقلل عدد المشركين في عين المؤمنين فرأوهم ضعفين بدلا من 3، لدرجة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في خضم معركة بدر قال لرجل بجانبه: تراهم 70؟ فأجاب الرجل: أراهم 100.
والله يؤيد بنصره من يشاء من عباده. فنصر الله المؤمنين، وهزموا المشركين، وقتلوا صناديد الكفر، وأسروا كثيرا منهم. وما النصر إلا من عند الله، ليس بالقوة وحدها ولا بالعدد والعتاد. فإن تحقق الإيمان بالله والتوكل على الله وإخلاص النية لله، كان النصر للمؤمنين. إن في ذلك لعبرة عظيمة وعظة لأصحاب العقول الكاملة والبصائر النافذة، وعبرة أيضا لليهود والذين كفروا من سوء العاقبة إن استمروا على كفرهم. نيجي دلوقتي للفصل الثاني، حرب أكتوبر المجيدة عام 1973. كانت كل الأسباب المادية في صف اليهود، من قوة وعتاد وخط بارليف، لدرجة إن موشي ديان قال: في فيلم بيشوف مع جاء خد الشعب المصري هذا وحليت لحداشة من الخماع أن يلقوا الفنين لا يتوى التليوت بتاعد الشنيش بتاعلا. ولما اتحد العرب جميعا على قلب رجل واحد، كان النصر لكل العرب، نصر أكتوبر المجيد. ورجع موشي ديان يقول: ميم كيلدات دميم במלחמת ששת הימים נמסרו ההודעות למשפחות לאחר המלחמה. בתום המלחמה, ויכולנו אז גם להתייחד עם הנעדרים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים, לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך וללחום בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חייו. واحنا دلوقتي جميعا بنستعد للفصل الثالث والاخير بنصر مبين على اليهود في كل مكان. ولن يكون النصر الا بك، فاستعد. جزاكم الله خيرا. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.